ثم القرآن جعل غاية العبادات، غاية العبودية، وأشرف مقام في العبودية وأعلى نهاية العبودية جعلها للمؤمن الذي يقوم بالعبودية الحقة. شو عملت غايتها؟ غايتها ونهايتها وأكمل نهاية لها: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي نهاية العبودية. نهاية العبودية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في عبادي، ادخلي في عباد الله الذين هم الأنبياء والصديقون، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه غاية العبودية، وهذه نهاية العبودية، أن تدرك ادخلي جنتي. ما قالوا ادخلي الجنة، ما جعل الألف واللام تعريف، جعل الجنة المضافة إلى ياء المتكلم. وادخلي جنتي، وهي جنة الشهود، وهي جنة الأنس بالله، جنة الحضور مع الله. هذه غير الجنة الثانية، هذيك الجنان ينظرون إلى الله فيها، هذه الجنة مع الله، أنت قريب من الله، ينظر إلى الله صباحا ومساء. هذه العبودية، هاي أعلى درجات العبودية. فلا تظنوا يا أخواني شغلة العبودية أنه والله أنا عبد الرحمن وأنا عبد الله وأنا عبد الصمد، أنه بمجرد ما أخذت الاسم صرت عبد لله. لا يا أبني، شغلة العبودية بدها لنسمع للأخير لنشوف يا ترى منحسن. كل من جالس صديقا أو عارفا أو مؤمنا أو مخلصا فلا بد له أن يتحقق بالعبودية. أما إذا لم يجالس فمن أين يأتي؟ من أين يأتي بهذه العبودية؟ هذه العبودية التي يجب للإنسان أن يتفرد بقلبه لله وحده. القلب لله يا أحبابي، القلب مألك. الله خلق لك القلب، وهو الذي تكفل به، هو الذي يقوم بدفع الدم، عم يعطي قلبك الأمر أن يقوم بتوزيع الدم بإذنه، بعلمه، بحكمته. فلو أن الدم، لو أن القلب أعطى إيد اليمين أكثر من إيد الشمال، أو أعطى عين اليمين أكثر من عين الشمال، واحدة بتتخن وبتكبر واحدة بتصغر. من الذي يوزع الدم بمقدار؟ لا هي العين بتأخذ أكثر، ولا هالإذن بتأخذ أكثر، ولا هالإيد بتأخذ أكثر. فمن الذي يوزع الدم بمقدار؟ هو الله. فإذا كان الله هو الذي يعتني بهذه العناية، وهو الذي يتكرم عليك بهذه الكرامة، فإذا أنت كيف تقوم بعبوديته؟ كيف تتعبد؟ أوحى الله إلى داود إن أود الأوداء عندي. أود الأوداء، الودود، الحبيب، القريب. إن أود الأوداء عندي من عبدني لغير نوال. عبد الله خالصا، ما مشان يعطيه، ما مشان يفتح عليه، ما مشان ينوره، ما مشان يتجلى عليه، لله خالصا. إن أود الأوداء عندي إلي، إن أود الأوداء إلي من عبدني لغير نوال لكن ليعطي الربوبية حقها، ولكن ليعطي الربوبية حقها، ليعطي حق الرب العظيم. كيف تؤدي حق الرب؟ لا يؤدى هذا الحق إلا
بتذلل وافتقار، وأسأل الله أن ربي يوفق. اليوم كملكم العبودية.